هو كان يوم مبهج جدا، مفرح جدا، كلنا فرحانين وكلنا سعداء. وبعدين حاجة جميلة جدا ان المسرح والبيت الفني يعملوا هذا التكريم لفنان زي الدكتور عادل عبده وزي جميع الفنانين اللي اتكرموا النهاردة، وانا فرحانة جدا ومبسوطة. هقول له عقبال 100 سنة عطاء كمان ونبقى احنا مستمتعين بشغلك. انا مش عارفة اتكلم عشان الشيء.